يعني اتفاق وقت اطلاق النار الذي اعتقدناه انه يمكن ان يكتب له البقاء يبدو انه يتحرك يعني، ويتم هذا الاختراق وتبادل الاتهامات، ذلك انه يعني لم يتطور وقف اطلاق النار الى اتفاق سياسي، ولا ندري فعلا يعني ما هي كانت الحالة النهائية المرجوة من هذا الاتفاق. لا شك أن أرمينيا وقعت هذا الاتفاق وقف إطلاق النار نتيجة نتيجة العمليات العسكرية ونتيجة فعلا التفوق الذي أبدته أذربيجان عليها، ولكن كذلك يبدو أن الأذريين يحاولون تحسين شروطهم، لأنه في النهاية الأذريين يريدون الوصول إلى تسوية نهائية فيما يتعلق بإقليم ناغورني كاراباخ. يعني توقف وقف إطلاق النار، ولكن المسار السياسي لم يأخذ طريقه، وبالتالي هذا أعتقد أنه ما كان سبب لهذا الاختراق لوقف إطلاق النار الهجوم الأذري والاتهامات المتبادلة وسقوط يعني قتلى وجرحى من الطرفين. طيب الضامن الروسي لاتفاق وقف إطلاق النار كيف يمكن أن تكون ردة فعله تجاه ما يحصل؟ يعني الضامن الروسي من جهة يريد تنفيذ أو الاستجابة لهواجس أرمينيا بأنه الضامن للاتفاق وبأنه يقف وراءها، من جهة أخرى روسيا كذلك تبدو وبينها وبين تركيا أكثر من تقاطعات في المصالح، سواء في الغاز وسواء في سوريا وسواء في أمكنة أخرى. لذلك أنا أعتقد أنه إذا كان الروسي لن يستطيع أن يضع الطرفين على طاولة مفاوضات، طاولة مفاوضات يعني تبشر بأنه هناك رضا دولي وتوافق دولي وأقليمي للوصول إلى اتفاق ما، يبدو أنه يعني اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون كافيا، لن يكون كافيا. لا يبدو الروسي أنه أعطى أهمية للمسار السياسي توقف وقف إطلاق النار، ولكن يعني ميزان القوى يجعل الأذريين يعني يجنحون نحو اتفاق أكثر طموحا، ويريدون ترجمة التفوق العسكري بمكاسب سياسية لم تتحقق لغاية الآن. طيب ماذا عن مجموعة مينسك؟ كيف يمكن لها أن تلعب دورا في هذا الموقف وفي هذا الوقت؟ يعني مجموعة مينسك مجموعة يعني أخذت على عاتقها إدارة هذا الصراع أو الوصول به إلى خواتم معينة منذ 27 عاما ربما، ولكن طبعا لم تبادر إلى أي شيء. يعني بقي هذا الإقليم الذي سيطرت عليه أرمينيا في تسعينيات القرن الماضي تحت السيطرة الأرمينية برغم أنه جزء من الأراضي الأذرية. يعني أنا أعتقد أنه ربما تتحرك هذه المجموعة لإضفاء نوع من الشرعية الدولية على المفاوضات التي ستجري، وربما تستطيع تثبيت واقع سياسي ما. طبعا هذا الواقع السياسي سيكون صورة سياسية عن الميزان العسكري ونتائج المعارك التي وصلنا إليها لغاية الآن. يعني ربما يستطيع هذا إدخال عامل إضافي سياسي يدفع قلوبا بالمفاوضات، ولكن لغاية الآن يعني الأمور في بداياتها ولا يمكن التنبؤ بأي شيء. يعني كذلك لم يتوضح لغاية الآن الموقف الأمريكي من هذا الصراع ومن نتيجة هذا الصراع، وبالتالي يعني أعتقد أن لازلنا في بداية مسار طويل لتوترات ربما تعيش لسنوات قبل الوصول إلى تسوية معينة. ضيفي من بيروت دكتور خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، شكرا لك.